تمت الموافقة. بعد فراغ دستوري وأزمة سياسية صعبة استمرت لأكثر من 5 أشهر ولدت حكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي سيتعين عليها التعامل مع ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية تضع البلاد بحسب مراقبين على مفترق طرق خطير. لدينا ملاحظات مكتوبة قدمناها للسيد الكاظمي بخصوص المنهاج الوزاري، ننتظر التعديلات عليه وننتظر خطواته القانونية والدستورية بانعقاد جلسات مجلس الوزراء حتى يتبين مقدار دعمنا إلى أو نتجه إلى المعارضة في الوقت الحاضر. حكومة تعهد الكاظمي بأن تنجز مرحلة انتقالية وتمهد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء حالة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ومعالجة ملفات مهمة أخرى هي مطالب لطالما رفعها الحراك الشعبي على مدى أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير. على الحكومة هذه أو الكابينة أن تركز جل اهتمامها على الخدمات وعلى الخروج من هذه الأزمات والعمل على تهدئة الوضع السياسي يعني التحضير لانتخابات كبيرة ونزيهة وشفافة. وعلى الرغم من إنهاء حالة الجمود الحكومي ووعود الكاظمي بالتغيير، إلا أن هناك من يرى أن شيئا لم يتغير بعد، لا سيما أن المحاصصة الحزبية والطائفية التي يرفضونها ويحملونها مسؤولية الفساد لا تزال تسيطر على المشهد السياسي. وبين تشاؤم من إدراك التغيير وأمنيات بتحسن واقع الحال، تتأرجح مواقف الشارع العراقي الذي يجمعه السخط من العملية السياسية. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد.